السلام عليكم. انا امراه مطلقه، عندي 4 الوليدات، كيجي مثلا عليا 8 اشهر ديال الكرا، وعاد الموضوع وما عندي ما ناكل ما نشرب، ما بغيتش ناكل الناس في رزقهم. ولوجه الله تنطلب المساعده، الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. عالبيه غير اللي خلقني، بغيت نفتح الشارع كتشوف القطره غير الباني وتسطوله، لا اله الا الله محمد رسول الله. ما عندي الثلاجه خاوي، ما عندي لا دقيق لا سكر لا والو، حق لا اله الا محمد رسول الله. وعييت ما نصبر، باغي نمشي لقدام الجامع، ما شاء الله، ولا اله الا محمد رسول الله. كنت نخدم في القهاوي الميناج، اي حاجه كنخدمها الا خرج الطريق على ولادي. وما باش كبرتهم اصلا، مني جات كورونا، مره تخدمي مره ما تخدميش، القهاوي حبسوا شي شويه كتشي، ولو باغي غير الصغارات يخدموا، فاش باغي في اللاج ديالي الخدمه. انا اصلا عندي المراره كضرني، مابقاش قاده كاع نخدم شي حاجه على قد الحال، بغيت نخدم الا قديت. من كورونا صافي تغلبت، عييت ما نكافح ولكن ما غلبتش، صافي تراكب عليا الموضوع والكرا ما غلبتش، وليت ما عيني من ناكل، ما عيني من الكرا والموضوع، ما قديش وصافي تغلبت. بايد بايد وحده ما كتصفقش، كان شي حد كيعرف كيخدمهم، ما كانش يعرفك راه ما يخدموش. المهم انا كنطلب المساعده بالنسبه للموضوع والكرا، وهذا يعاونوني باي طريقه يعاونوني، حتى نوقف شويه على رجليا، نوقف على رجليا وديك صحيح الله، زعما غير يساعدوني شويه نرتاح. اصلا خلصت كرايه ونوضى ونرتاح بعدا، ماشي مشكل، مازال لا جعنا راح نقدروا نجيبوا خبز نطبروا عليهم ونعسوا، ماشي بحال، ما عندناش مشكل حنا في اللحام ولا الخضر، ماشي مشكل. بقات تهددني مولا الدار، شحال مره كدوي عندك عاد القيد ندعيك، ما رضيتش قدام الجيران، حقاش في الاول كنت نخرج عمري ما طقات عليا، ما بقاش كنرضى قدام الجيران. لا ما نازل كنا ويا ناكلها، نقدر نمشي نبات في الزنقه، يقدر ندبر بحال ما كان، نبات عند شي حد من العائله وتندبر على باش نكري وما نديرش. هادي وليداتي ما نديش لها رزقها، كاين 15 نوضى اختي بحال هذا، بعد 5 الاوراق ديال الضو و5 ديال الماء. 5 ديال الضو. المهم انا جيت نحسب عندي تقريبا شي 18 في 16 ريال. دابا الضو قال لك مشيت عندهم قال لك خلص يا بورقه بورقه، ما بقاش كيزيدوا 600، ما بقاش كيزيدوها. المهم غتكون شي 16 ولا 18 اللي حسبت. 9 شهور ديال الكري كتساني مول الدار. انا كنطلب من المحسنين والمحسنات الله يجازيهم بخير، غير يساعدوني حتى نوقف على رجليا، بالنسبه نخلص غير مول الدار في رزقها، ما بغاش ناكلها في رزقها. والموضوع انا الماكله نصبر فيها ما عنديش مشكل، حتى 40 عام هادي وانا كاريه، اما الدار لدار ما بغاش ربي ما وافقش ليا انا نشري محالي، حقاش عندي الاولاد، يمكن شي وحده غتصفق، حتى بوحدي ما يمكنش ليا نشري محالي، واخا الدار تنعيا.